الفرن بلت ان ارستون كونفكشن 60 في 60، امان كامل، صناعه ايطالي بالكامل، مكونات ايطالي بالكامل. ارستون ماركه معروفه، مكونات ايطالي، صناعه ايطالي. ده الفرن كهربا، شاشه ديجيتال، تحكم باللمس، تحفه فنيه في مطبخك زي ما انتم شايفينه كده. وسعره هيبقى اقل من اسعار السوق، وهوريكم شكله من جوه. ده شكل الفرن من جوه، مروحة هي لتوزيع الحرارة. بالنسبة للأرقام اللي بتبقى على جنب الفرن دي، بالنسبة للكتالوج، الكتالوج ده بيبقى كل رقم محدد لك الرف هتشغلي عليه ايه، يعني مثلا للشوي، للكيك، اللي هتحطي مثلا الرف دوت في رقم 5، في رقم 2، في رقم 3، زي ما انتوا شايفين كده الأرقام على الفرن، وكل حاجة بتبقى في الكتالوج بتاعه بيعرفالك كويس بوصفها. وزي ما انتوا شايفين الفرن من جوه ومن بره تحفة فنية. وعاوز اقول كلمتين للمتابعين، الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات اللي بتبقى عدى عليها سنه او شهور، والنهارده لما بتتصل على الافران اللي احنا منزلينها جديد عايزينها بنفس الاسعار القديمه، وبيقولوا ان احنا ما فيش مصداقيه، يا جماعه بصوا على تاريخ الفيديو قبل ما تسالوا على الاسعار، بصوا على تاريخ الفيديو. انما اللي احنا هنعودكم عليه مننا دايما ان احنا اسعارنا اقل من اسعار السوق. الفرن اللي قدامكم ده بيعمل النهارده الفرز الاول بتاعه 35,000. احنا عندنا ده اللي قدامكم ده فرز تاني، عشان كان من معروضات بتيك خارج فرز تاني، وسعره عندنا 22,000، يعني برضو فرق السعر اكتر من 10,000 جنيه. لكن ما تجيش النهارده جايبالي فيديو من سنه ولا من كام شهر والاسعار فيه مختلفه تماما، وعايزين النهارده ان احنا ننزل الشغل الجديد بالاسعار الجديده. الاسعار كل يوم في تزايد، واخر شهرين الاسعار زادت وراحت في حته تانيه خالص. لاي تواصل، التواصل يكون فون او واتس.